السلام عليكم أعزائي الطلبة، هنا نبدأ محاضرة جديدة في الجي آي تي بعنوان Developmental Disorder Structural Defects، ونبدأ بالكليفت ليب and بالت. تابعونا. في كليفت ليب and بالت، ومنسميها طبعا بالنسبة لكليفت ليب الشفة الأرنبية، أو اللي هو عدم التئام أو التحام شقي الشفة الأرنبية اليمين واليسار في الحياة الجنينية. المكان طبعا في الشفة العلوية من فم الطفل affects upper lip and roof mouth and سقف الحلق اللي هو roof of mouth. most common congenital bear defect، وهو الأكثر في العيوب الخلقية التي نراها عند الأطفال، والسبب غالبا ما يكون failure of oral cavity cleft lip and palate to fuse during the embryonic development. في الحياة الجنينية في الشهر الأول الثاني هناك عدم التحام لهذه الشفة، ويظهر عند الولادة بانقسام الشفة إلى جزئين يمين ويسار، وممكن يكون هذا الانقسام ليس جزئين، ممكن يكون ثلاثة أجزاء، هذه أي أن هناك شقين بنقول عنها bilateral. أما unilateral فهو شق واحد في الشفة العلوية. risk factors or multifactorial but could include family history. أنا عندي ممكن يكون family history، إنه أحد الأعمام أو الأخوال في عنده نفس المشكلة، أو إنه المذر تكون smoker أو have alcohol consumption، أو كمان تأخذ أدوية معينة مثل الأنتيبيليبتيك ميديكيشنز. البروبلمز within cleft lip اللي بتظهر في عندي talking والhearing مشكلة، البروبلمز والear infection والtooth development problems ممكن يظهروا مع الطفل في هذه الحالة، كما وتظهر في الصور هنا في الأعلى unilateral cleft lip. أما في الصورة الثانية من أسفلها فعندي يكون البايلاترال كليفت ليب، كما هو واضح في عندي شق في اليمين وشق في اليسار، والصورة الأسفل اللي هي بتكون كليفت بلت كما هو واضح اللي هو الشق في اللي هو السوفت بلت اللي الجهة الجهة اللحمية، ومن ثم الجهة العظمية في هذه الصورة، كما يظهر عندي هنا في الصور من الأعلى اليسار النورمال ليب، في عندي النورمال ليب جنبه في بيكون الكليفت بلت اللي هو فتح في سقف الحلق. أما الصورة الثانية من اليسار ليفت يونيلاترال كليفت ليب اللي هي الشقة الشفة الأرنبية بشق واحد، وطبعا ظاهر عندي هنا اللي هو ليفت كليب ليب ليفت كليفت ليب اللي طبعا الشق في الجهة اليسار، وعندي ليفت يونيلاترال كليفت ليب اند بلت سوية شفة مع سقف الحلق. أما الصورة الثالثة من أسفل فهي بايلاترال كليفت ليب اند بلت، زي ما انتم شايفين في عندي بايلاترال كليفت ليب لوحدها وبايلاترال كليفت ليب وذ بلت. هذا هو العيوب الخلقية المتعلقة بالكليفت ليب اند بلت. وأيضا في هذه الصورة نرى إنه اليونيلاترال إنكمبليت في الليفت ليب كليفت، يعني مش واصل إلى الأنف من فوق ولا اللوبيولا. اليونيلاترال كومبليت الصورة الثانية بتلاقيها واصلة إلى الأنف وشاقة اللي هو النيزل كافيتي نيزل نارس، والبايلاترال كومبليت اللي هو كليفت ليب وميبي كومبايند ويذ كليفت بلت أولسو. ونرى في هذه الصورة أيضا أن هناك طفل، والطفل لديه اللي هو كليفت ليب في الرايت سايد، ومن ثم بدأ التعديل في الصورة الثانية والصورة الثالثة نجد أن هناك تكاد لا تكون موجودة اللي هو آثار الكليفت ليب على هذا الطفل بعد العمليات التجميلية والعمليات الجراحية. في الكولابراتيف كير فور كليفت ليب ريبير، في دي الكليفت ليب ريبير طبعا سيرجيكال يا اخوان، كل ريبير سيرجيكال، ما فيش
يعني بداية في عملية التحام أي شيء، نقول الفيتامينز ولا مينرالز ولا ميديكال. الآن during the first 6 months we could do the cleft lip repair. أما البلت ريبير surgical repair by 18th months. ولكن هناك يجب أن يكون تعاون مشترك ما بين تيم كبير جدا بنسميه مالتي ديسيبلينري تيم involving many specialties including من هو هذا التيم؟ plastic surgeon ونurse وair specialist ونose specialist and the throat specialist ortho dentist specialist audiologist and speech therapist. كل هذول وآخرين يشتركوا في عملية الريبير حتى نعيد للطفل هيبته في منظره وقدرته على الاستياء وقدرته على الحديث وقدرته على اللي هو الأكل من خلال الدنتست وخلافه. الريكونستراكشن إعادة التهيئة والالتحام begins in the infancy. تبدأ عمليات الجراحية من أول سنة، من أول 6 شهور، ولكن ربما تستمر إلى ما بعد ذلك continue through adulthood. وهذا طبعا ممكن تكون عمليات متلاحقة، نقول program for surgeries to repair the cleft lip and palate. الهوم كير كذلك في البيت، الأهل لابد من إشراك الأهل في عملية المعالجة والرعاية لهؤلاء الأطفال، وسنأتي لاحقا على هذا الكلام. فالهوم كير by family prior to surgery and after surgery also must be involved within the treatment and management of this baby. في البري اوبراتيف نيرسينج كير حيكون طبعا عندنا بري اوبراتيف كبير، ولكن بداية we must assess family reactions to their baby and to his facial appearance. منظر ومنظر البيبي طبعا ممكن يكون مرعب احيانا، فهذا الكلام بدنا نستوعبه عند الاهل ونستوعبه ونعملهم support, providing emotional support, facilitating feeding and providing parent education about the case. بدنا نعمل لهم teaching عن الحالة وعن شو هي وإيش أعراضها وإيش اللي بصير وكيف بدنا نتعامل معها حتى قبل العمليات. Assisting parents, نساعدهم with coordinating care, بدنا نفهمهم ونساعدهم ونكونهم مستشارين. With maintaining health environment, وبنستغلوا ال environment اللي حواليهم ويستغلوا المؤسسات. Making referrals as you may be the best referral for the family as a good nurse and intimated nurse. أيضا في the preoperative nursing care you must associate with the family as a psychosocial supporter. بدنا نكون احنا داعمين للأهل في هذه المسألة، وكذلك اللي هو طبعا بدنا نتفهم اللي هو مخاوف الأهل من facial deformities واللي كان be devastating the family. ممكن تكون صادمة، ممكن يكونوا خايفين منها، احنا بدنا نطمنهم ونورجيهم زي ما هو موجود امامكم صورة ما قبل وصورة ما بعد لهذا الطفل الذي مر بهذه الحالة. Remind parents that defect is operable. Show photographs. لازم نقول لهم انه العملية بتتم وعندي طاقم ناجح ونورجيهم صور بطمنهم هذا الكلام. لازلنا نكمل pre-operative nursing care، ومن الأهداف الأساسية تبعتنا الجول ensure adequate intake of food and fluid without aspiration، لأنه هذا الطفل ربما تحصل عنده الشردقة بسهولة، فبدنا نضمن هذه الأشياء بطرق معينة وبتعاليم معينة ونفهم الأهل. Keep bulb syringe and suction equipment at bedside. البلب سرنج طبعا هي مثل الرضاعة الطويلة أو بلب سرنج عادية للسرنج حتى أضع الرضاعة إن كانت حليب أو ماء في آخر اللي هو الفم تبع البيبي. Special feeding devices may be used. طبعا Special feeding devices ممكن نطلع عليهم في أي مكان في النت وفي غيره، اللي هو طبعا الرضاعات الخاصة والباتل فيدينجز الخاصة ذات النبل الطويل اللي بنحطها في آخر الفم وبنحطها بشكل مستعرض بشكل مائل. May breastfeed if has a small cleft lip. إذا كان الطفل عنده cleft lip صغيرة و incomplete, المذر could breastfeed his her baby alone without any problem at all. Two main goals, maintain nutrition and prevent of aspiration is the main goals in this period.
before surgery and before repair. Feed slowly in upright position. لازم الطفل لما أنا أعمل له رضاعة يكون upright sitting position. And burp and burp frequently. بنترع الطفل باستمرار. كل ما يرضع شوية بنخليه يخرج الهواء. بنحمله على صدرنا وبنربط على صدرنا بالcupping hand till he burp and take out the air in his stomach. Position on side after feeding. بعد ما يتم عملية تتم على عملية الرضاعة بنحطه في side position حتى لو تم أي regurgitation أو إخراج يكون على الجنب ويخرج إلى الخارج. All these measures focus on ways to decrease aspiration. بدنا نحط كلمة aspiration in our vision. لازم إحنا نتوخد الإجراءات التي تمنع الاسبيريشن وهي الاجراءات بتمنع ذلك. ايضا من الكير ايضا ان ننتبه للبروبلمز that the nurse needs to be alert for and during feedings. اثناء الرضاعه في عندي مشاكل ممكن تحصل مع البيبي حتى لو اخذت كل الاحتياطات تبعتي. وانظروا هنا شكل الرضاعه اللي على اليمين على اساس انه هاي بتدخل الى داخل الفم من الداخل. وممكن احنا هاي الرضاعات نستخدمها ونفهم الاهل كيف يستخدموها. وبعض الرضاعات اللي انا بستخدمها في عملية الفيدينج اخرى ممكن نستعرض فيديو على ذلك. lack of proper sealed around nipple. البيبي ما بقدرش يسكر الشفة تبعته حول النبل وهذا مهم جدا لعملية السكشن. excessive air intake ممكن يبلع هواء مع اللي هو الرضاعة اثناء الرضاعة. Use of special feeding techniques. طبعا هذه بتحتاج الى تقنية والى افهام للاهل وللكير جيفرز. Feeders with compressible sides. طبعا الان هذا اللي الكمبريسيبل سايدز بدنا احنا الفيدينج تيوب انه جوانب الباتل ان اقدر اضغط عليها على اساس انها تعمل ميلكينج. وممكن استخدم السرنج ايضا with a tube. ممكن احط في سرنج شوية تيوب في تيوب وادخلها في الفم وابدأ عملية الرضاعة مثل التنقيط. وفي هذه الصورة تظهر البوتلز فور فيدينج للكليفت ليب بيبيز. على من اليمين الى الاعلى الهيبرمان بوتل. طبعا زي ما انتم شايفين هنا وحنشوف فيديو عليها ان شاء الله. بيجن فيدر with long نبل. طبعا هاي التيوب الثانية اللي بنعمل فيها الفيدينج باي لونج فيدينج بروب او تيوب. الاسفل من الشمال في عندي النبل اللي بتتركب على الفيدينج بوتلز بنسميها ناك نبل. او هاي طبعا ممكن نستخدمها لو في كان عندي سمول بلت كليفت بلت. اما الصورة الاخيرة في الاسفل وهي اللي بنسميها اللي هو البلت بلتال اوبتيوريتور وهي عبارة عن قطعة بيعملوها طبعا فني الأسنان مع دكاترة الأسنان الدنتستس على أساس انه لو كان عندي كليفت بلت كبير بأسكر سقف الحلق بهذه اللي زي دكة الأسنان عند الكبار وبنستخدمها على أساس انه نغطي الفتحة ومن ثم يصبح السكينج شيء جود. فبنسميها بلتال اوبتيوريتور. في عندي برينسيبلز هنا واكرونيم ESSR. Enlargement, Stimulate, Swallow, and Suck. طبعا ESSR Feeding Method بنسميها في الكليفت ليب والكليفت بلت. ESSR Feeding Technique. 1. Enlarge the nipple. Cleft Palate Nipple. طبعا النبل نفسها ممكن عملها شوية Enlargement حتى يسهل عملية اللي هو نزول الحليب من النبل الى فم الطفل. 2. Stimulate the suck reflex. انا طبعا بحرك النبل في سقف الحلق اذا ما كانش طبعا مفتوح او في جانبي الفم البكال كافيتي من الداخل حتى اعمل الريفلكس تبع الرضاعة عند البيبي. Swallow fluid appropriately. وبدي انظر في وجهه حتى تصير عملية السوالوينج. يعني ما بحطش فلويد او ميلك فوق ميلك الا بعد عملية السوالوينج السابقة. Rest when infant signals with facial expression. طبعا اللي هو اذا كان صار عندي اي اشارة الى انه البيبي تعب صار له aspiration سعلة لكافينج على طول لازم نوقف ونعمل upright
position to prevent aspiration, frequent burping. هذه مهمات جدا. يبقى بدي أوسع النبل، بدي أعمل stimulating للساك ريفليكس، بدي أنتبه للبيبي في السوالوينج من ثم أكمل بعد السوالوينج الأول. rest when the infant has any problem مع الـ upright position والـ frequent burping. Infants born with a unilateral cleft lip, either incomplete or complete, or a bilateral cleft lip, incomplete or complete, have intact alveolus and intact palate, so they can feed directly from the breast or from any type of bottle system. If the mother is breastfeeding and has trouble making a good seal, a breast shield may help. For babies with a cleft of the soft palate only, they can be breastfed with the aid of a nipple shield, which extends the nipple. Or they can be bottle fed using a regular nipple that has a small crosscut in it or some other adaptation to control the flow rate. For babies with cleft of the hard and soft palate, or bilateral cleft lip and palate, there are a number of feeding devices available, and it's a matter of trial and error to find the best option for each infant. The specialized feeders include a Haberman by Medela. To use this feeder, put the valve membrane into the nipple, white side facing the nipple. Screw the nipple on tightly, then turn it back one click looser. Squeeze the nipple and turn the feeder upside down. Repeat until milk fills the nipple. Then you're ready to feed the baby. With a Ross nipple, just screw the top on and keep the bottle horizontal to the baby's mouth until the baby wraps its tongue around the tip. No squeezing necessary. If you use the Mead-Johnson cleft palate system, screw the top on and gently squeeze the bottle rhythmically in time to the baby's suck-swallow. With the pigeon nipple, the white disc slips into the nipple so the three-prong knob faces toward the bottle. Screw the top on, squeeze the nipple to load it, then feed the baby with the air vent notched toward the nose. Another option is to make a large crosscut in a regular nipple to aid the flow. It's also possible to use a monojet syringe to slowly inject liquid in rhythm with the baby's suck-swallow. Before starting any feeding, swaddle the infant, which helps the baby concentrate and helps you control the feeder device. Sit in a comfortable chair and hold the baby in an upright position. Look for signs of rooting when the baby turns toward the touch of a cheek. Rest the nipple on the middle of the baby's tongue, angling it toward the intact part of the gum. Keep the hand and arm relaxed so the weight of the bottle is resting on the baby's tongue and lower lip. As the infant begins to suck, begin pulsing the nipple in rhythm with the baby's suck. This helps increase or decrease the flow. You may need to hold the bottle in a way that lets you place a finger under the chin to help the infant maintain the rhythm of the suck-swallow. 30 minutes is enough time for a feeding. Beyond that, the infant is likely to tire. It's better to feed more often than prolong each feeding. If possible, record the amount of liquid consumed and be sure the baby is weighed every 5 days. When feeding the baby, it can sometimes be helpful to put your finger over the cleft, which helps create a better seal. Parents should be told approximate amounts the infant should obtain in 24 hours. The aim for the clinician is to give 150 to 175 milliliters per kilogram per day, if not fluid restricted. For the parents, this should be converted into the number of ounces per day. The infant should be gaining at least 1 ounce per day after the first 2 weeks of life. Calories can be adjusted as necessary. Mouth care is an integral part of caring for this infant also, so therefore the mouth should be inspected twice a day. You should look for areas of buildup of milk, which can be easily wiped away by a wet Q-tip. Try not to stimulate the gag reflex. It's also important to check the baby's mouth often for thrush, a fungal infection that can interfere with feeding and swallowing. Thrush generally appears as white patches that won't wipe away. A pediatrician can prescribe treatment.
If the baby's lips need lubrication, moisturize them with a product like Aquaful. And finally, natal teeth are common in infants with clefts. When the teeth come through the gum, they can be easily removed by a plastic surgeon. ما في البوست اوبراتيف كير على اساس انه ريبير ان شاء الله كان ناجح جدا والبيبي ممتاز او اذا كانت في بروبلمز بدنا نعمل اير واي مانجمنت از وي سي اي بي سي دي اير واي مانجمنت والبريثنج اذا كان انا بدي اتطرق لهم ولكن هنا الاير واي مانجمنت 1 فيدنج ماست بي كيرد ويل سوتشر كير طبعا من السوتشرز اللي بتحصل في الشفة بدنا نعمل لها دريسنج وبدنا نعمل لها كير تو بريفنت انفكشن restraints بدنا احنا نمنع انه البيبي لانه طفل ممكن يصير يلعب في السوتشرز ومكان الجراحة ويخرب اشياء كثير فبدنا نوقف ايديه فبدنا نعملهم restraints ولكن ليس ربط اليدين في السرير كما يصنع بعض التمريض او الاهل referrals to appropriate team members اي انسان له علاقة بهذا الطفل كاستشاري عند حاجته يجب ان نستشيره ونستدعيه إلى هذا الطفل كي يصنع ما يستطيع. Identify and address home family needs well in advance of discharge. طبعا إذا كان في عندي أي مؤسسة أي نادي أي شيء وأي استشارات للأهل بعد التعليم لهم ممكن أوجههم أعطيهم تليفونات إنهم يروحوا مثلا على سبيل المثال كليفت ليب كلاب أو كليفت ليب سوسايتي أو كليفت ليب أسوشيشن إنه ممكن يأخذوا تعليمات وممكن يستشيرون على التليفون وممكن صفحات انترنت فيسبوك وخلافه السوشيال ميديا للتواصل بهذه الحالة أيضا يا أخوان في البوست أوبراتيف نيرسين كير في عندي النقاط مهمة بريفنت تروما تو سوتشر لاين ريديوس بين بريفنت انفكشن وديسشارج تكنيكس أما البريفنت تروما أي شيء للجرح هذا ممكن يأثر عليه لابد من اللي هو التعامل معه بشكل تقنيا ودقيق لوغانز باو تو بروتكت سايت طبعا اللي هو اللي انا ممكن انا اغطي اي شيء على المكان الجرح اللي هو على اساس انه بخاف من اللي هو لانه الجرح دقيق جدا انه تضرب فيه شيء او البيبي يبدا يحرك شفته او حدا يمسكه من هذا فالباو هذا اللي هو لوغانز باو شيء بحطه على الفم زي اللي هو واقي وبأسكر عليه الفم Do not allow to suck بديش أخلي البيبي يعمل sucking من اللي هو الشفة تبعته بشكل كبير إلا إذا لزمني ذلك للرضاعة وكان مسموح ولكن في البداية طبعا بكون NBO Maintain upper arm restraints وطبعا حورجيكم في الصور الصورة اللي بعدها شو معنات الريسترينت للأبر آرم بدون ما أذي الطفل وبدون ما ربط وتربيط Position supine or side lying على أساس أنه هذا البيبي يكون مرتاح وما يأذيش نفسه No hard object in mouth ما بديش أحط أي hard objects في الماوث ولا أني أنا أتحسسهم أو أخلي الأهل يتحسسوهم هكذا Reduce pain عشان ما يضلوش يبكي طبعا أي مخففات للألم حاسب الأوردرز اللي بعطيني إياه الطبيب على أساس أنه كتر البكاء بيعمل restraints على الجرح restraints على الانسجن فممكن نأذي منطقة الجرح وبريفنت انفكشن بطبيعه الحال انه لازم يكون مكان الجرح نظيف بنعمل كلينزنج للسوتشرز لاين از اوردرد رينز وذ ووتر اور نورمال سالاين بعد كل رضاعه افتر ايتش فيدنج كول بروفايدر فور اني سويلنج اور ريدنس طبعا هاي كول بروفايدرز اللي هو الدكتورز المقصود فيهم اذا انا وجدت اي علامات للانفكشن او الانفلاميشن احمرار او اي سكريشنز او اكسوديتس لازم استدعي الطبيب واذا كانت هناك حراره ايضا لابد من ابلاغ الطبيب في الديسشارج تيتشنج بدنا نعلم الاهل كل ما يتعلق بالديسيز بالديسشارج بالفيدنج بالكومبليكيشنز هاو تو يوز هاو تو بريفنت هاو تو ريفير في هذه الصوره كيف انا بدي اعمل ريسترينت للبيبي بدون ما اربط ايديه في السرير بحط له سبلنتس على الالبوز فإيده بتصير كلها كتلة واحدة فلا يستطيع وصول فمه إذا كان هناك أي عملية أو السوتشرز اللي بتكون في اللبس تبعته وهي بسيطة جدا زي ما أنتم شايفين السبلنتس على إيده ومثبتات إيديه خلياهم مثل اللي هو قطعة واحدة مرة أخرى
because children are our future. Take care for them. Thank you.